بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا قراءة من كتاب من الكتب المتخصصة في النخيل، والتي نحرص على القراءة منها في المواضيع التي تهم المزارعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها وينفع بكاتبها. هذا الكتاب كتاب قيم، وهو نخلة التمر زراعتها وإنتاجها في الوطن العربي، تأليف الدكتور عاطف محمد إبراهيم والدكتور محمد نظيف حجاج الخليف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. الآفات التي تصيب التمور المخزنة هي تؤثر على المزارعين تأثير بالغ، وتسبب تسوس التمور. الآن في هذا الوقت ولله الحمد توجد غرف التبريد في المزارع والمصانع التي تحفظ فيها التمور على درجات منخفضة، تقريبا درجة الصفر المئوي للتمور، حيث أن التبريد يجمد نشاط الحشرات ويمنع منها التسوس. ولذلك ينصح جميع المزارعين لمن يستطيع أن يكون لديه في مزرعته غرفة تبريد حسب إنتاجه، حيث أن ذلك لا يسبب له ضغط عند وقت الحصاد وعند جني التمور. إن ترك التمور في المستودع في مزرعته سوست، وإن أنزلها إلى الحراج وقت الحصاد حيث الإنتاج الغزير، وبعض المزارعين وبعض المستأجرين المزارع يحتاجون إلى سيولة وينزلون التمور بكميات كبيرة وتنخفض الأسعار، وهذا شيء طبيعي لكل الأسواق. عندما تزداد كميات العرض تقل الأسعار. فإذا كانت لديه غرفة تبريد في المزرعة فإن ذلك يحافظ على تموره، ويستطيع البيع منها حتى في الحراج بكميات أقل وعلى أوقات متفرقة، وإذا رأى السوق أفضل كذلك يبيع فيها سواء من مزرعته أو في السوق أو لعملائه. ذلك ننصح بغرف التبريد للمحافظة على التمور. طبعا أخطر حشرة تصيب التمور هي كما يظهر في الكتاب دودة التين، الاسم العلمي لها موضح. الأضرار تسمى أيضا باسم دودة البلح الكبرى أو سوسة التمر أو عث التين، حيث أن يرقة هذه الحشرة تسبب تسوس التمر والتين الجاف، وتبدأ الإصابة بأن تضع الأنثى بيضها على الثمار، وعند فقس البيض تثقب اليرقات لحم الثمار، ويسهل دخولها من ناحية القمع إذا كان القمع منزوعا والفتحة ظاهرة، ومن هنا تظهر أهمية بقاء القمع ملتصقا بالثمار المخزنة. وتعد التمور الجافة أكثر تعرضا للإصابة. تصيب التمور قبل وبعد النضج في الحقل والمخزن، وتكثر الإصابة هذه الحشرة على السطح العلوي للثمار المعبأة أو التي توضع على هيئة أكوام في المخزن، والنسيج الحريري الذي تفرزه اليرقات عند سيرها على الثمار وبرازها يؤثران على القيمة التجارية للثمار. والحشرة البالغة رمادية اللون قاتمة صغيرة الحجم، يبلغ طولها 10 سنتي. واتساع جناحيها يتراوح بين 14 إلى 20 ملي. اليرقة عند بداية الفقس صغيرة، لونها أبيض كريمي عند الرأس، والحلقة الصغيرة الأولى ذات لون بني، وبتقدم العمر يتحول لونها إلى البني المشوب بلفحة قرنفلية أو البني الغامق. ويذكر حسين وآخرون عام 1979 أن هذه الحشرة أصبحت واسعة الانتشار، حيث توجد بإيران والمملكة العربية السعودية ودول شمال أفريقيا وفي جمهورية مصر العربية، حيث تصيب ثمار البلح صنف العامري، ولذا يطلق عليها دودة البلح العامري. ويذكر عبد السلام والصعيدي 1983 أن دودة التين ودودة التمر تظهر كافة على البلح في الواحات البحرية، ويرقات هذه الحشرات تصيب البلح في فترة ما قبل الحصاد. طبعا هناك
أيضا حشرات أخرى، ولكن هي أخطرها سوسة التمر التي تظهر على الثمار قبل تخزينها، كما ذكر أن هدودة البلح الكبرى التي تسبب ثقب في الثمار قريبة من القمع، ثم تدخل داخل الثمرة وتتحول إلى يرقة بيضاء، وهذا منتشر كثير بالذات عند عدم تبريد عدم وضع التمور في التجميد والتبريد. تسوس التمور عادة خلال فترة ليست طويلة، لذا ننصح أصحاب المحلات التجارية بوضع الثمار والتمور في مكان في مكان بارد، في أوعية باردة، في ثلاجات، حتى تحافظ على جودتها. كثير من المستهلكين يأخذ بعض التمور ويجدها مسوسة، وبعض الناس يذكر له أن هذا السوس لا يضر، ولكن عادة النفس تأنف من أكل التمر الذي فيه سوس، وسبب السوس هو وجود الثمار أو التمور في المحلات التجارية أو في المخازن فترة طويلة لم تحفظ في غرف تبريد ولم يجري تبخيرها لدى المصانع. ونسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك علما ننتفع به، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. المكافحة الكيميائية لهذه الدودة نأخذها من كتاب آفات النخيل في العالم العربي، وهو كتاب قيم في مجاله، نسأل الله أن ينفع بكاتبيه. آفات النخيل والتمور في العالم العربي، الانتشار والتوزيع الجغرافي، تأليف الدكتور الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد، الأستاذ الدكتور زيدان هندي عبد الحميد، والأستاذ الدكتور جميل برهان السعدني، وهو مرجع قيم في آفات النخيل. نأخذ منه مكافحة الكيميائية لهذه الآفة. في البستان يتم الرش بأحد المبيدات التالية: سيفين 85% قابل للبلل 200 جرام، القردونة 50% قابل للبلل 200 جرام، زولون 25% مركب قابل للاستحلاب 150 سنتيمتر مكعب مرتين، الأولى أول يونيو والثانية بعد 15 يوم. طبعا ننبه على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات عند رش المبيدات سواء من العمال أو من صاحب المزرعة، نظرا لما تؤدي المبيدات من أضرار بالغة قد تسبب أحيانا الوفاة، فيجب أخذ الاحتياطات والحذر واتباع التعليمات المنشورة في استخدام المبيدات. كما أن هذا هو الاسم العلمي للمبيد، ويوجد الاسم التجاري، فعندما يأخذ المزارع الاسم التجاري ينظر إلى مكونات المذكور فيها الاسم العلمي للمبيد. أيضا تبخر ثمار البلح بعد الحصاد بالتعريض لمدة 24 ساعة لبروميد الميثايل بمعدل 24 جرام لكل متر مكعب مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في المخازن وقبل وأثناء التخزين كما سير الذكر بعد. كما يمكن تعريض البلح للهواء الساخن في أفران خاصة على درجة 130 أو 140 فهرنهايت، أو استخدام الطاقة الشمسية بنشر التمر الأرضية من الخشب وتغطية التمر المكون بواسطة الأغطية البلاستيكية مع التقريب. طبعا لا ننصح في الخطوة الثانية من التجربة، لأن زيادة حرارة التمور تؤثر على جودتها. أما التبخير فالآن هو من اختصاص المصانع، ويمكن المزارع أن يأخذ تموره إلى المصنع ويقوم بتبخيرها المصنع نيابة عنه. ونسأل الله أن يجعل في ذلك علم ينتفع به، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.